لكن كان مهم ان هو كان بيتكلم على موسيماني ويتكلم على نقطه مهمه جدا ان اللعيبه عارفه والاداره الفنيه عارفه ان الموضوع ما انتهاش. ده هيرجعنا تاني. لا هم عارفين طبعا جدا، واحنا لما بنقول كده مش بنقول كده عشان احنا عارفين اكتر منهم، لا، بس احنا برضو كجرس انذار كلنا لازم نبقى متفقين على اننا برضو نقول لهم، لانه ممكن في لحظه يبقى في نشوه واحساس بالتفوق او ثقه زياده. صحيح. وعلى فكره النادي الاهلي نجح في مباراه الذهاب لانه الثقه الزياده دي ما كانتش موجوده، كان في ثقه في نفس جدا، احترام الخصم طبعا كان موجود، احترام الخصم كان انا شايف انه كان على اعلى مستوى رغم حدوث بعض التغييرات في التشكيله بتاعه الوداد وحصل لخبطه عندهم، ده في مصلحتنا طبعا. يعني ما هو انت طبيعي مش هتدير، انت بتلعب على اخطاء يعني موسيماني مش هيدير الاهلي ويدير الوداد، يعني مش هيقول لهم صلحوا ولا اعملوا، بالعكس في خطا، يعني الخطا اللي وقع فيه يحيى جبران ده وارد في كل المباريات، بس كونه يحصل في التوقيت المبكر ده في الدقيقة 4، وكونه ده بيفكرك بلقطة زيدان وسونج في كأس الأمم الأفريقية. هو حب يتفلسف أو ارتبك أو أي حاجة عشان لاعب وسط، بس برضو تصرف محمد مجدي قفشة اللي بعض الناس كان ليها ملاحظات على أدائه قبل كده في المباريات وبتاع، إنما المرة دي يعني كان بيتصرف بشكل مثالي جدا ومباشر جدا وما فيهوش فلسفه. صحيح. واخد بال حضرتك؟ فبالنسبه لموسيماني برضو انا يمكن عشان كده قلت لحضرتك ان هذه المباراه اذا كان الاهلي لاول مره بيفوز في نص النهائي خارج مصر، موسيماني بعد 5 مباريات يعني لعب قبل كده 5 ماتشات خسر 4 وتعادل مره مع الوداد، فبالنسبه له يعني انا بقول انه انجاز كمان لموسيماني. وهنا انا عايز اقول انه اللي ساعد على كده انه اللعيبه لعيبه النادي الاهلي تفهمت جدا، واضح يعني من خلال المباريات اللي فاتت، احنا شفنا مباراه بيراميدز يا كابتن هاني سامي، مباراه بيراميدز اللي انت بتلعب فيها كان في نقص عددي كمان، ما كانش موجود.